وبركاته في كل شباب، معكم كركان او هنتر كيلر بقبعه ارض الاولى. طبعا اليوم جاتني مشكله يعني اللاج وكذا في ماينكرافت، طبعا يعني اصور شويه يعني يجيني لاج بشده، فالحين قاعد ادور على برنامج تصوير يكون كويس ويطلع لي الفيديو جودته كويسه ويعني حجمه كويس، يعني مو يطلع لي اياه في الجيجات 20 جيجا وكذا. فخلينا نبدا في زبده الموضوع. يعني مود يعني جدا جدا رائع اسمه كلاي سولجرز مود. طبعا هذا المود وش يسوي ركان؟ هذا المود يعني مثلا يعني تعرفون الكلاي، الكلاي بلوك او ايش يسمونه الزبده، كذا بشر صغار يعني اقزام او شيء زي كذا يشبه هذا، اي ويحاربون بعض يعني، فشيء حلو يعني ممتع. فممكن تتحدى اخوك خويك يعني اللي تبغى، مثلا تقول انا فريق اللي بيفوز على فريقه وكذا. فاول شيء تدخل على الرابط هذا في الديسكريبشن، طبعا كروت تلاقيها تحت في الديسكريبشن، تضغط الصيغه اللي تبيها، يقول لك داونلود هير زيب ولا داونلود هير اي اكس اي، طبعا انا بسوي اي اكس اي. وبعدين بيطلع لك صفحه اد فلاي، طبعا انتظر 5 ثواني وخلاص يعني بيكون جاهز. ف يعني اسف اسف جدا جدا لو في لاج او شيء زي كذا، ف اعذروني. فا اول شيء سوي رن دقيقة بس، ايوه يس اوكي. خلنا نقفل ماينكرافت، اي احنا نشيل مود. انتو بيجيكوا زي كذا بالضبط، ما عليكم من هذه الصفرة. اختار هنا يقول لك انسول تو فيرجن، يقول لك يعني اختار تخزين حقك، انا بختار فروغ ديفولت طبعا. وبعدين تضغط هنا انستول مود. اوكي هنا معلش بس صوت الثيم هذا، ما عليك من هذه، اضغط اوكي. هنا يقول لك تبي تسوي باك اب، يعني تبي تسوي نسخه احتياطيه، انا ما بسوي، سوي نو خلاص. كلاي سولجرز او كلاي الزبده سولجرز مود انستول، خلاص المود ثبت. فبروح من كرافت وبرجع لكم. رجعنا شباب، خلينا نكبر الشاشه. ايوه طبعا نروح سنجل بلاير، ما ادري اذا كان يضبط على الملتي بلاير او لا. خلينا نسوي عالم جديد كرياتيف، خلي السوبر فلات احسن. خلينا نخليه هذا كذا يوز، هنا هذا خلينا نشيله، ريموف لاير، ريموف لاير، دن خلاص، دن كرييت نيو وورلد. طبعا يعني اسف جدا جدا لو في لاج او شيء زي كذا يعني. فلحد الحين يعني لو تشوفون يعني حملت كذا برنامج تصويري، يعني طبعا اول اثنين يعني المخسهم اللي هو اول واحد يعني مخيس انا اعتقد فيه اللي هو الكامتيجا ستوديو من كل اجزاء، طبعا يجيب اللاج بشدة. فخلنا نبدا ان شاء الله ما يكون في لاج يعني قوي، لاج على الخفيف بس مو لاج قوي قوي. فاول شيء نحتاج ستون عشان نبني حلبة. طبعا الحلبة كيف تنبني؟ على الاقل ممكن بلوكتين، بس انا انصح بارتفاع 3 بلوكات عشان ما ينطوا او يهربوا او شيء زي كذا. فخلنا نسوي الحلبة بس، اوه خلنا نسوي الحلبة. شفت هذا اللاج يا شيخ؟ انا اقول والله انا صورت حلقة بس مسحتها، ليش؟ من كثرة اللاج فيها خلاص، يعني اللاج ما عاد يحتمل. يعني ان شاء الله هذه المرة احسن بكثير هذه المرة. لو لاك استحملوني يعني على ما الاقي برنامج تصوير، يعني قاعد ادور على برامج تصوير كثيره. ف يعني معليش يعني لا كذا صغيره مره كذا. اوكي ف يعني ان شاء الله بلاقي برنامج كويس، يعني اي واحد عنده برنامج كويس يعني ينصحني فيه يعني، يعني يحط لي اياه في الديسكربشن او يقول لي اسمع على الاقل يعني اروح ادور عليه ولا كذا. فلحد الحين انا ما جربت لا فرابس ولا يعني الاشياء هذه اللي بيقولوا عنها، بجربها بعد هذا الفيديو طبعا، عشان بس مستعجلين يعني نسوي الفيديو. فاني قلت لكم اسبوع، ففي في في فيديو انا نزلته امس اللي هو طريقه تنزيل ماينكرافت المكركه، طبعا ادخل عليه ما بتخسر شيء، كمان يعني لو تبون تنزلوا نسخه او شيء كذا فما بتخسر شيء، ادخلوا بس. شت يا اخي، يلا خلاص خلصنا،
شفت اللاج لما تيجي تكسر مشكلة، تخاف تكسر الأرض أو شيء. خلنا نقفل فيها في النص، عدل في النص بكيفك، بلوكتين بلوك ثلاث بلوكات بس. أنا نصيحة مني ثلاثة عشان ما يهربوا أو يصير لهم شيء، وبعدين لو هربوا من العالم لو هربوا من شو اسمه شين اليوم، لو هربوا يعني بيبهدلوا لك الدنيا وكذا وهم صغار يعني. فتلاقون علامة جديدة زي كذا كلاي سولجرز أو كلاي سولجرز. المهم خلينا نختار لون أبيض وأخضر مثلا، وهنا عاد الأحصنة هذه خلينا ناخذ لهم حصان بني. طبعا نحط هنا وايت سولجرز طبعا، شوف فبضغط ضغط كليكات كليكات كذا، وبعدين هم يحاربون بعض كل واحد يعطي سبع أحصنة. خلاص كذا شباب. لا تنسوا اللايك والفيفورت والسبسكرايب. مع السلامة شباب.